بسم الله. يا شيخ، لدينا مصلى في المسجد في مدرستنا، لكن لا يكفي الجميع الطلاب، فيصف يقف الطلاب موازيا للإمام، فهل يعتبر الصف الموازي للإمام الصف الأول لأنه يحدث كل يوم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أول صف من الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من المستحبة، فموقف المأموم وراء الإمام هذا السنة لا شك، فإذا اضطر إلى أن يقف أحد عن يمين وشماله فلهم أن يقفوا، ولكنه لا يعد ذلك الصف الأول. ما هذا يا شيخ يحدث كل يوم طيلة السنة؟ لا بالله، هو على كل حال الأمر جائز ولله الحمد، ووقوف هؤلاء عن يمين وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرغ الطائفة الأولى. نعم.